إني أصلا يا استعمل لذي البعيد لما يكون حد جنبك وتنادي عليه يا إن أنت محتاج أو إن في حدث مهم أو بتعبر عن مشاعر قوية بداخلك فاستعملت حرف النداء يا، لكن ما يبقى حد جنبك تقول له أبدا من غير حرف النداء، كان حرف النداء يا يستعمل البعيد، فقال هنا يا أبدا وكلمة التقلب الحرف التاء يا أبدا إن هو محتاج لوالده في اللحظة دي، فطفل بيجري على والده ويقول له إني، مع إن برضه الكلام الأصل في اللغة العربية إن الكلام لا يأتي مؤكد، استعمل التأكيد من فرط تهشتي وتعجبي لما حدث. فالحروف اللي احنا بنقولها دي بترسم لك صورة يوسف عليه السلام قدامك، انه مندهش، انه محتاج لوالده، طالع بيجري على والده، يا أبتي إني، انا مش بكذب يعني، انا متأكد من اللي انا شفته، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم، كرر تاني، عارف اللي مش مصدق اللي بيحكي رؤية مدهشة شافها فعمال يكرر رأيته، والله شفتهم، والشمس والقمر كمان بالإضافة لل 11 كوكب رأيتهم كلهم لي ساجدين. فمشهد بالنسبة له غريب، معنى أن الطفل لما يشوف مشهد يروح لوالده أن في علاقة تسمح بكده. إحنا أحيانا للأسف بنكسر العلاقة مع أبنائنا، فالابن لما يمر المشكلة ما يروحش يحكي لوالده، الابن يحصل له موقف في المدرسة ما يروحش يحكي لوالده، يخاف أو يخاف الأب يستهزأ بيه أو ما يحترمش مشكلته أو ما يتفهمهاش، هنا مشكلة. أول مشهد في الصورة إن طفل بيحكي مشكلة واجهته أو حدث جديد ضخم في حياته بيحكيه لوالده، الأب استوعب وتفهم واعتبره أمر عظيم وشرح له واداله نصائح يتعامل مع الموقف ده إزاي. هو ده دور الأبوة، إن تكسر الحاجز بينك وبين ابنك وتسمح إن لما يحصل مشكلة تكون أنت أول واحد ابنك بيحكي لك، مش آخر واحد تعرف، لا أنت تكون أول واحد ابنك بيقبل عليك ويقول لك يا أبتي حصل موقف كذا.